شيخ صالح، الصلاة في السفر إلى الحج كيف تؤدى مأجورين؟ السفر إلى الحج كغيره من الأسفار المباحة والمشروعة، فالصلاة تقصر، الصلاة الرباعية إذا كان أتى من بعيد من مسافة قصر فأكثر يقصر الصلاة، وإذا كان يجد به السير يجمع أيضا بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، وإن كان نازلا يصلي كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو نازل في منى أيام الحج، كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم.